أعلنت السلطات الصينية اعتقال 75 شخصا يشتبه في ضلوعهم في حوادث الطعن بالمحاقن التي شهدها إقليم شينجيانغ في شمال غربي البلاد. وكانت السلطات قد استبعدت أن تؤدي حوادث الطعن إلى نشر أمراض خطيرة، وذلك في أعقاب المظاهرات الاحتجاجية التي نظمها سكان الإقليم من عرق الهان الذين اتهموا الشرطة بالتقصير في توفير الأمن. الجهود مستمرة في الصين لإغلاق ملف حوادث الطعن بالمحاقن الذي روع سكان إقليم شينجيانغ الواقع شمال غربي البلاد. وآخر تطور هو إعلان كبير المحققين الجنائيين في الإقليم تفكيك 7 مجموعات كانت تنفذ الهجمات واعتقال 75 شخصا، تقول السلطات إنهم مسؤولون عن 36 حادثا. معظم الاعتقالات كانت في مدينة أورومتشي عاصمة الإقليم. وكانت بلاغات التعرض للطعن قد انهالت على السلطات في الفترة الماضية، مما أثار مخاوف من أن تكون الهجمات هادفة إلى نشر أمراض مثل الإيدز أو الالتهاب الكبدي. ولكن السلطات الصينية وبعد فحص المصابين استبعدت إصابتهم بأمراض خطيرة. الهجمات كانت سببا في اندلاع مظاهرات لمواطني المدينة من عرق الهان، قالوا إن حوادث الطعن تستهدفهم واتهموا الحكومة بالتقصير في ضمان سلامتهم. أما السلطات فاتهمت أبناء عرق الويغر بالمسؤولية وقالت إنهم يحاولون تقويض الوحدة العرقية في البلاد، وأدانت محكمة 3 منهم وحكمت عليهم بالسجن. السلطات الصينية لا تريد عودة التوتر مرة أخرى إلى إقليم شينجيانغ الذي يعد موطن المسلمين الويغر. وكانت أسوأ أعمال عنف عرقية خلال 10 أعوام قد اندلعت قبل شهرين وأودت بحياة ما يقرب من 200 شخص، عندما تحولت مظاهرة للويغر إلى حوادث شغب، ثم شن بعدها الهان هجمات انتقامية. أحمد الشيخ، BBC.